لم تكن ساعات الصباح الأولى في حمص هادئة. أطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق من قرروا الاعتصام بساحة الساعة الجديدة التي بات اسمها ساحة التحرير تيمنا بالثورة المصرية. كان يفترض الاعتصام فيها حتى يوم رحيل نظام الرئيس بشار الأسد. لم يكن ذلك ممكنا في هذا الموقف. فعلا سوريا ليست مصر. الرواية الرسمية لما جرى هي تدخل لإنهاء تمرد مسلح سلفي، سلفا اتهمت دمشق أطرافا خارجية ومندسين ومسلحين مجهولين بالضلوع فيما تعتبرها مؤامرة ضدها، بيد أن ذلك لم يمنع السلطة من تقديم وعود الإصلاح منذ بدأت الأزمة قبل أكثر من شهر في درعا ومن بعدها مدن أخرى. فجاءت النظام بشعارات ظلت لعقود من المحرمات السياسية. أقرت الحكومة حزمة، وكما كان متوقعا أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بإنهاء حالة الطوارئ المعمول بها قبل ميلاد الرئيس الأسد الابن. كما أقر المجلس مشروع مرسوم إلغاء محكمة أمن الدولة سيئة السمعة بسبب تاريخها مع معتقلي الرأي. الحكومة التي لا يزيد عمرها عن أيام وافقت على قانون ينظم حق التظاهر السلمي، وتصبح هذه القرارات نافذة بتوقيع الرئيس بشار الأسد عليها وموافقة مجلس الشعب. قبل الاجتماع بساعات دعا وزير الداخلية السوري إلى الامتناع عن المشاركة في المسيرات أو المظاهرات أو الاعتصامات تحت أي شعار كان. زمن الخوف من التحذيرات ولا إنهم طلبة من جامعة دمشق فرع درعا، لم ولن تسكتهم على ما يبدو تحذيرات الوزير. كما خرج المئات في بانياس بعيد قرارات الحكومة، هتفوا لا سلفيون ولا إخوان، نحن بدنا حرية. قليلة الصور المسربة، فالسلطات تحكم قبضتها الإعلامية التي تجعل الصحفي الأجنبي شخصا غير مرغوب فيه في هذه الأيام تحديدا. تنفيذ وعود الإصلاح قد يبدو متأخرا وغير كاف لدى البعض، وربما تلقى القبول لدى البعض الآخر. وما لا يستدعي الشك أن روحا جديدة تبعث في سوريا على أمل ألا يكون ثمنها إزهاق المزيد من الأرواح.